صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحركة، صباح الرياضة. اليوم معنا برنامج من برامجنا للأطفال، معنا الأطفال الحلوين ومسارة رح يعملوا طبعا تمارين رأس، فإن شاء الله أطفالكم معنا اليوم هلا عطلة صيفية إنهم يتحركوا. جاهزين مسارة؟ نمشي في المكان ستيب تاتش كمان، نطلع لقدام صلصة كمان، صلصة كمان، واحد اثنين ثلاثة رفع الإيدين كمان فوق وتحت كمان، نطلع لفوق لتحت فوق وتحت. طبعا احنا كمان جبنا الاولاد اليوم عشان نورجيكم انه حتى الاولاد بيعملوا تمارين الرقص. كمان ننزل ستيب تاتش مع زقفه كمان، نطلع لقدام صلصه بعدين على الجنب تشاتشا كمان، قدام صلصة تشاتشا بعدين على الجنب، جنب تشاتشا كمان، نمشي لقدام حركة هيب هوب، نرجع لورا كمان هيب هوب كمان، قدام هيب هوب هيب هوب، ومنرجع هيب هوب هيب هوب، ثلاثة جنب جنب كمان، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هيب هوب حركة هيب هوب كمان، واحد اثنين كمان، نرجع لورا حركات هيب هوب، نطلع واحد تشا تشا تشا، قدام روح على الجنب جنب تشا 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 كمان لقدام، واحد تشا تشا اثنين تشا تشا، واحد على الجنب يلا ماشي، قدام تحت فوق تحت كمان، فوق وتحت فوق وتحت كمان، فوق وتحت فوق وتحت كمان، فوق وتحت فوق وتحت، حركة انسيابية ستيب تاتش كمان، فوق وتحت برافو، نطلع قدام هلا على الجنب تشاتشا، جنب تشاتشا كمان، قدام تشاتشا على الجنب، جنب تشاتشا تشاتشا، واحد اثنين ثلاثة فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت كمان، هلا رح نركض كمان، قدام زي ما انتم شايفين اولاد كمان برقصوا برافو، ركض على الجنب برافو كمان، زي حركة نص دائري في الرجلين، نص دائري كمان، نرجع نعمل كروس بالرجلين فوق وتحت زي قرفصاء مع كروس في الرجلين كمان، نرجع واحد اثنين ثلاثة أربعة زي حركة بوكسينج كمان، now
نرجع واحد لورا، واحد اثنين نرجع لورا، كمان واحد نرجع لورا، واحد اثنين ونرجع لورا. ايوه ركض لقدام عشان نرفع نبض القلب زي ما انتم شايفين، حركات رياضيه مع راس. خلوا كل اطفالكم يتفاعلوا معنا، اولاد وبنات. ميزان سحب، ميزان كمان مره، سوبرمان مع الكلمات الاغنيه هون، سوبرمان. نرجع حركه بوكسين، خطوه نقرا، كمان خطوه نقرا. ايوه نرجع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، كمان ثمانية سبعة ستة. أيوة الإيدين لقدام، أربعة ثلاثة اثنين واحد، واحد سحب لورا، واحد اثنين وسحب لورا، كمان واحد سحب لورا، واحد اثنين سحب لورا. نرجع واحد ركض لقدام، كمان أيوة برافو. نرجع منكمل فقرتنا لليوم. طبعا لازم ندخل الموسيقى العربية. من برنامج تمايل، طبعا برنامج تمايل للأطفال، رقص زي الهيب هوب. كمان كمان هلا نرجع هون، هيب هوب. خلينا الأطفال كمان يرقصوا على الموسيقى العربية، ضروري نعلمهم كمان كل أنواع الرقص حتى الدبكة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان أربع ركاب رياضة على الموسيقى العربية. تغير ركاب، هلا بنوقف. واحد سحب، كمان مرة سحب، برافو. كمان نرجع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كمان نرجع لورا، برافو. فوق فوق تحت تحت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هيب هوب كمان أربع مرات، تاخذ الرجل حركة هيب هوب، كمان سحب هيب هوب. نرجع هون ركب، أيوة نغير نغير ركب، إيدين لفوق سحب، دوائر بالإيدين كمان، إن شاء الله ما يتعبوا الأطفال ويستمروا. كمان كمان برافو. نرجع ركب، أيوة برافو. طيب هلا بنرجع سحب، ايدينا فوق ايدينا فوق، كمان أيوة. إن شاء الله أطفالكم يكونوا استمتعوا معنا بهالفقرة ويعملوا معنا رياضة، رياضة عن طريق الرأس. سحب الإيدين،
برافو. كمان سحب، كمان سحب. هلا من واحد. برافو، ابدعتوا. وين الكف؟ برافو برافو برافو. هيك بنكون انهينا حلقتنا لليوم مع الاطفال الحلوين. تعال عرقنا تعبنا بس برافو. ان شاء الله نشوفكم بالحلقات الجاي طبعا مع اطفال جي اكس، والجيم الاطفال والامهات مع بعض. نشوفكم بالحلقات الجاي وتمارين جديده وحلقات جديده مع اطفال جداد. يعطيكم العافيه، شكرا لكم.